السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من اقوال الائمة العلماء الامام ابن القيم، الحلقة الخامسة. قال ابن القيم رحمه الله: فترك الضحك بالكلية من الكبر والتجبر وسوء الخلق، وكثرته من الخفة والطيش والاعتدال بين ذلك غير منكر. أربعة تمنع الرزق: نوم الصبحة وقلة الصلاة والكسل والخيانة. الإمام ابن القيم. اختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. الإمام ابن القيم. من أخلاق المؤمن، قال الإمام ابن القيم: كتمان المصائب والأوجاع من شيم النبلاء. قال أبو إسحاق الحربي: ما شكوت إلى أمي ولا إلى إخوتي ولا إلى امرأتي ولا إلى بناتي قط حمى وجدتها. الرجل هو الذي يدخل غمة على نفسه ولا يغم عياله. وكان بي شقيقة 45 سنة ما أخبرت بها أحد قط، ولي 10 سنين أبصر فرض عين ما أخبرت به أحدا. من هو الرجل؟ قال إمام ابن القيم رحمه الله: الرجل هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه. إذ أكثر هؤلاء الخلق يخافون موت أبدانه، ولا يبالون بموت قلوبهم، ولا يعرفون أن الحياة إلا الحياة الطبيعية، وذلك من موت القلب والروح. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، فجلاؤه بذكر الله فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ذكره جلاه. وصدأ القلب أمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه شيئين: بالاستغفار والذكر. لو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. الإمام ابن القيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت على العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن القيم رحمه الله: العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه، وحياته موقوفة على ذلك، فإذا فقد القلب العلم فهو ميت. إمام ابن القيم رحمه الله.